بنت إلا فعاليات دعم الأطفال المصابين بالسرطان لعام 2021 وتحت شعار السرطان ما بينطر، كون السند لبسمة. أكيد بدنا نحكي أيضا عن زوايا الفن التشكيلي للمعرض اللي قاموا فيه وجمعية بسمة لدعم الأطفال المصابين بالسرطان، هذا المعرض الخيري اللي أقيم. لنتعرف أكثر عن تفاصيل هذا المعرض وآخر الفعاليات والمبادرات لجمعية بسمة لسرطان الأطفال. معنا السيدة ولاء سليمان، بصرنا نرحب فيها، وهي من لجنة العلاقات العامة والتمويل في جمعية بسمة. يسعد صباحك مدام وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباحك فيك حبيبتي. بالبداية خلينا نحكي عن المعرض ارسم بسمة، اليوم حينطلق الساعة 6 المساء ويمكن مستمر لخمس أيام. خلينا نحكي عن الهدف من إقامة هالمعرض اليوم. هلا المعرض اليوم هو يوم من الحملة، من أيام الحملة اللي بتطلقها جمعية بسمة لدعم الأطفال المصابين بالسرطان. نحن كل سنة بشهر شباط بنطلق حملة فيها 28 يوم من العطاء. من ضمن هذا الأيام هو المعرض اليوم، افتتاحه الساعة 6. الحقيقة مشكورين فنانين السوريين، في مجموعة من الفنانين السوريين الشابين والجيل الأكبر شوي عم بيقدموا لوحاتهم ليفرجونا أنه أي حدا قادر يساعد بسمة، ولو أنه بلوحة بأي شيء. فالمعرض اليوم الساعة 6 الافتتاح لمدة خمسة أيام، الريع كامل بيروح لجمعية بسمة لدعم الأطفال المصابين بالسرطان. نعم مدام هلا، يمكن نحن عم نحكي هلا على المعرض كشيء ممكن دعم معنوي وايضا رمزي، ولكن الدعم الاكبر لازم يكون اكيد لجمعيه بسمه يلي هي على مدار خلينا نقول سنوات تعنى باطفال مرضى السرطان. ويمكن كل سنه نحن عم نعمل حمله المليون بسمه كدعم. نحكي شوي عن اهميه الدعم لهيك جمعيات تعنى بهدول الاطفال، ومثل ما بنعرف مرضى السرطان او الاطفال يلي بيعانوا من السرطان بحاجه لجرعات، واكيد هالجرعات في حصار علينا حتى بالدواء يعني، فعم تتأمن بمبالغ عالية. قديش الدعم هلأ مهم؟ هلأ جمعية البسمة هي جمعية قائمة أصلا على دعم المجتمع. صحيح. يعني نحن لو ما المجتمع ما ممكن نكمل. الجمعية بحاجة طبعا لدعم كتير كبير. نحن الأدوية الجرعات اللي بنشتريها هي من السوق السوداء، فبالتالي أسعارها كتير عالية. صح. والطفل المصاب بالسرطان تكلفة العلاج تبعه كثير، يعني أكثر ما بيتخيل. نحن ما بعرف إذا أنتم عندكم المعلومة إنه نحن عندنا وحدة بسمة التخصصية اللي هي مشفى موجودة بمشفى البيروني. أكيد. هي بتضم 38 سرير، وتكلفة الوحدة التخصصية لجمعية بسمة شهريا 92 مليون. يعني هي أنا عم بحكي عن جمعية، عن الوحدة التخصصية بجمعية بسمة، بالإضافة لأنه نحن بنخدم القطاع العام، مشفى بيروني، مشفى الحرستة، مشفى بيروني بحرستة، ومشفى الأطفال، مشفى الأسد الجامعي، ومشفى المواساة. هذون كمان لهم برنامج لحال، كمان تكلفتهم 250 مليون سنويا. فالمبالغ هي كتير كبيرة، لذلك نحن كتير بحاجة لدعم المجتمع. أنا بطلب من المجتمع الدعم بكافة الطرق. يعني في عنا كاتبين بالروزنامة العطاء اللي بننزلها بخلال شهر شباط 28 طريقة لحتى نحن نقدر ندعم فيهم الأطفال المصابين بالسرطان. يعني أقل شيء هو الدعاء لهذول الأطفال بالشفاء. أكيد هي موجهة لكافة شرائح المجتمع. أكيد كلياتنا فينا نساعد أطفال السرطان. خلينا نحكي، بدكم تطلقوا هاي السنة حملة مليون بسمة ولا لا؟ وكمان نحكي عن الأشخاص الموجودين بالجمعية، هل هن متطوعين ولا مين هن، أو كيف الشخص ممكن يقدر يتطوع معكم؟ هلا بالنسبة لحملة المليون بسمة إن شاء الله بدنا نطلقها بآخر هذا الشهر. ناطرين. يعني إن شاء الله. يعني السنة هي الحملة أكبر من السنة الماضية، يعني موزعة على كافة المحافظات على مدار السنة. فيعني عنا فرصة أكبر لأنه يكون في عنا تبرعات أكثر. بالنسبة للسؤال الثاني، الأشخاص المتطوعين، هلا نحن بشكل عام عنا متطوعين، عنا 85 متطوع، خمسة منهم من مجلس الإدارة، بالإضافة لأنه عنا 92 موظف بين كادر طبي وما حول الطبي، موزعين بوحدة بسمة التخصصية بمشفى البيروني وبين وحدة الدم والأورام بمشفى الأطفال.
فكمان الموظفين بالنهاية كمان هذا مصروف علينا يعني. صحيح. صحيح. يعني مدام ولاء يمكن عمل على نطاق واسع عم بتقوموا فيه وجهد ودعم نفسي ايضا للاهالي يلي عم يجيبوا اطفالهم، ومثل ما بنعرف يمكن الاهالي بيعانوا كثير وانتم معهم، يعني انتم بنفس الخندق مع الاهالي، فقد ايه ايضا الدعم النفسي ايضا مهم؟ الدعم المادي اكيد مهم 100% مثل ما بنعرف لانه بده علاج، ولكن ايضا قديش الدعم النفسي للاستمرار لاخذ العلاج؟ اكيد الدعم النفسي له كثير دور كبير عندنا بالجمعيه، وعندنا لجنه هي لجنه الدعم المعنوي والنفسي للاطفال. عندنا مثلا نحن المتطوعين موجودين بشكل يومي، 5 متطوعين موجودين بمشفى الاطفال بوحده الدم والاورام لحتى يخففوا عن هذا الطفل عبء المرض. كمان في معلومة انه انتو الاطفال الموجودين بمشفى الاطفال حصرا هن الام غير مرافقة للطفل بسبب الضغط العدد الاطفال والوحدة الصغيرة. نعم. فبالتالي الام غير مرافقة. نحن بالجمعية مسؤوليتنا لما الام بتزور طفلها وبتطلع من عنده، مجرد ما طلعت الام متطوعين بيدخلوا لحتى يخففوا يعني لما غياب الام، وزاد انه يعني يعطيهم فقره من المرح، ينسون المهم، ينسون مرضهم، وما بتتخيلي قديش بيكونوا ناطرينه. صح. بالاضافه لانه نحن عندنا مرشدين نفسيين متواجدين بشكل يومي. نعم. بوحده بسمه التخصصيه وبوحده الدم بمشفى الاطفال. اكيد كانت روح الجماعه عند اطفال مرضى السرطان، يعني اكيد جمعية بسمة جمعتهم بكثير من الفعاليات، كانت روحهم كثير حلوة الأطفال، سواء الأطفال اللي تعافوا كان نفسيتهم كثير حلوة، والأطفال اللي عم يتعالجوا. خلينا نحكي شو سر جمعية بسمة، بتعطوا قد ايه دعم معنوي كثير كبير للأطفال، سواء اللي صار عندهم حالة شفاء ولا الأطفال اللي هلا مصابين وهن برحلة علاج يمكن تكون كثير طويلة. هل الدعم النفسي كثير له دور كبير، لأنه الولد كمان لما بيدخل على المشفى وبيكون ببلش بتحاليل وبخزعات فالدعم النفسي لما تكون المرشدة النفسية موجودة جنبه ماسكة بإيده كتير بتخفف عنه، يعني بتعطيه بتبسط له الأمور بشكل كبير، فهذا كتير شغلة ضرورية. بالإضافة لأنه حتى الأهالي لما بيكتشفوا أنه ابنهم مصاب بهذا المرض كمان بتكون عندهم صدمة، وبالتالي كمان المرشدة النفسية بتكون داعمتهم لأنه تخفف عنهم. وانا بدي اخبر انه مرض السرطان هو مرض صعب اكيد اكيد، بس يعني نحن قدرنا بوحده بس ما نوصل لل 70% من نسبه شفاء. تمام. ونحن يعني راح نقرب على الدول المتقدمه، الدول المتقدمه صار عندها نسبه الشفاء 90%. نعم. نحن هون دول ناميه ومع ذلك وصلنا لل 70%. فبالعكس نحن دعمنا للاهالي انه يعني كونوا انتم داعمين لابنكم، وابنكم قابل للشفاء، وان شاء الله يا رب كل الاولاد بيشوفوا ان شاء الله. يا رب. يعني مدام ولاء من شي سنتين يمكن الكاميرا الاخباريه السوريه كان بمشفى الاطفال بالمزدا، وكان في مثل هيك حفله صغيره او شيء حلو هيك بمناسبه، كان وقت عيد الميلاد بتذكر. أي. فكانوا الاطفال عم ياخذوا الجرعات، ويمكن جرعات اكيد مؤلمه للطفل. أكيد. بمجرد ما فاتوا الاشخاص وعملوا لهم مسرحيات مسرح العرائس واعطوهم هدايا، ضحكوا ابتسموا بسمه عن جد، يعني صرت تشوفهم غير. فكان في وحده قاعده جنب طفل وعم ياخذ الجرعات عبر السيروم، فقلت لها انه انت امه؟ قالت لي لا انا من جمعيه بسمه، امه هلا بتجي. فكان الشعور يعني انه قديش ايضا المتطوعين او المرشدات هن بمثابه امهات بهيدي المرحله. تمام تماما. ما انا خبرتك انه نحن بيكونوا الاولاد على الباب ناطرين الساعه 4، مجرد ما الاهالي طلعوا من زياره اولادهم نحن متطوعين بيكونوا عم يدخلوا. صحيح. فالاولاد بيكونوا ناطرين، حتى يعني حتى الممرضين، حتى كل الموجود بهي الوحده بيكون ناطر بسمه، لانه عن جد بترسم بسمه. كثير بنعمل لهم اشغال يدويه حلوه، بندخل لهم مسرح عرائس، بنحضرهم افلام احيانا، يعني هي فعلا ترسم بسمه على طفل الاولاد. الله يعطيك العافيه. لوجه الاولاد. حكيتي عن اكثر من طريقه دعم لجمعيه بسمه، خلينا نشرحها ونوضحها بشكل اكثر.
طرق الدعم. طرق الدعم سواء المعنوي او المادي. هلا طرق الدعم المادي نحن دائما بالجمعيه بنحاول نتواصل مع المجتمع بطرق بنقدمها لحتى يقدروا انهم يتبرعوا من خلالها، مثل رزنامة العطاء يلي هي 28 يوم بشهر شباط بنطلقها كل سنه. بهي الرزنامة مكتوب انه شو الاماكن اللي ممكن انت تروحي عليها وتدعمينا فيها، بالاضافه لانه عنا نحن بشكل عام اذا بتبعتي رساله نصيه بكلمه بسمه على 1077 على سيرياتيل او 1299 على ام تي ان، نعم قيمه الرساله 1000 ليره، هي على مدار السنه وهي كلها رايحه على بسمه بتروح بالكامل. او بالاضافه لانه بدنا نطلق حمله المليون بسمه، بالاضافه لانه نحن في عنا ارقام حسابات بالبنوك موجوده ممكن الواحد يتواصل عن طريقها او عن طريق المكتب بالجمعيه. فيعني نحن الدعم بدنا اياه سواء كان نفسي سواء كان معنوي سواء كان مادي، نحن كله بيدعمنا بالنهايه. اكيد يعني مساهمة بسيطة مثل ما قلتي مدام ولاء. خلينا نرجع نعيد الأرقام يلي ممكن يبعثوا مسج هيك كمان، يعني ما بتكلفهم شيء غير مسج. احنا عم نحكي كثير تماما لأنه أحيانا الواحد هو قاعد بيمسك الموبايل، تمام خلينا مسج نعيد بكلمة الأرقام. بسمة على 1077 على ام تي ان و1299 لا على ما بنرجع بنعيد 1077 سيرياتل و1299 على ام تي ان، قيمة الرسالة 1000 ليرة وهي بالكامل رايحة على بسمة وعلى مدار السنة هي شغالة، وهي هي أسهل وسيلة ممكن أنت وقاعدة ما تكلفك ولا تتعبك أي تماماً. مجهود يعني تماما ما فيها مجهود بس فيها دعم كتير كبير طبعا لمرضى طبعا لأنه مهما كان المبلغ صغير فهو بالأخير بيجمع وبيعمل مبلغ كبير. أكيد. أو نحن يعني أي يعني الواحد بقول مثلا أنا ما معي أتبرع غير 1000 1500 2000، ما هي بالأخير بتعمل شيء لما تجمع بيكبر الرقم. أكيد. كلمة أخيرة لكل حدا عم يتابعنا اليوم بالختام، شو بتحبي توجهي؟ يعني أنا بحب أقول للناس إنه نحن بلاكم ما بنقدر نكمل، نحن هاجس الجمعية ما نوصل لمرحلة ونقول للطفل نحن غير قادرين على إنه نكمل العلاج معك، فبتمنى الدعم، ما تنسونا، دعمونا مادياً معنوياً، أي شيء بيعمل فرق عنا بالجمعية. أكيد. نتمنى لك التوفيق اكيد مدام ولاء، لك ولك جميع كادر الجمعيه، وعبر واحنا واجبنا عبر شاشتنا شاشه صغيره شاشه الاعلام الوطني اكيد نقول لكل اللي هلا عم يحضرنا وعم يتابعنا ايضا، يمكن الدعم بشيء بسيط ممكن ينقذ حياه طفل اكيد ويعيده لاهله. الله لا يضر حدا والله آمين. يبعد المرض عن مو بس الاطفال، عن كل اطفال العالم والكبار والصغار اكيد. اكيد. شكرا لكم. شكرا لك. شكرا لوجودك معنا.